دكتور معتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية معانا، بنكمل على انه دور مطلوب من الرئيس انه يلعبه وما يلعبوش. صحيح. طيب عارف حضرتك الملقن بتاع المسرح زمان طبعا كان بيبقى تحت كده طبعا، فاحنا عارفين انه موجود وعارفين انه دوره مهم جدا عشان الراجل اللي بيلعب المسرح على المسرح يعني الممثل يقوم بدوره، بس احنا بنتجاهله واحنا عارفين ان احنا لازم نتجاهله. صحيح صحيح. انت محتاج تعمل ده، انت محتاج ان الدوله تتدخل، بسميه ايه سطل يعني او ذكي، التدخل ذكي في الخلفيه كده. في الخلفيه انها تيجي تقول ايه، بص يا اخوانا خلينا نتفق، هو اللي اسقط نظام مبارك مجموعه من المتغيرات، واحده منها انه ما كانش في تواصل جيلي بين كبار السن وصغار السن. انا محتاج الصغار ده ما يدخل، انا عايز جيل جديد، انا عايز ناس تشيل البلد دي لقدام. طيب. انت محتاج تتعلم من تجارب الدول التانية ازاي تخلي في نخبه جديده. وحضرتك اشرت في البدايه خالص، انت عندك كاميرون ده عنده 40 سنه ومش عارف مين، وعبد الناصر كان 32 سنه، محمد علي مش عارف كم، دول عظمى وبينهضوا بيها، عندها اسلحه وعندها مخابرات وحكايه كبيره قوي يعني، دول عندها يعني فمتغير السن النهارده بقى حاكم في مصر. وانك انت يعني ما هو برضه خلينا نكون واضحين، انا احبهم واحب ان هم كشباب وكان في الكفريات اخشى بأسهم، انا شخصيا انا اخاف ان تجيب لي برلمان اللي جاي وتعيد لي انتاج 2010، فانا مش عايز ده، انا عايز اشوف صيغه، ما عايز فورمولا، عايز معادله الاقي فيها الشباب كتير يدخلوا جوه البرلمان، مش بقى الشباب بمعنى الشباب من يعني هنجبر الناس يختاروا. لا ازاي بقى انت بقى بتيجي تقول لي ايه؟ تقول لي والله ان الدوله تتدخل بقانون، تقول احنا هندعم ماليا، وده موجود مثلا في فرنسا، دوله زي فرنسا، دوله فرنسا بتعمل ايه؟ تقول لك القايمه الانتخابيه اللي هتدخل بنسبه شباب مقدارها كذا انا هدي لها فلوس اكتر، كلما زودت عدد الشباب والمراه والاقليات. طبعا الانتخابات فردي، طب حتى الفردي انا شاب هدخل وبالتالي انا ادعمك لازم ادعمك شاب بقى في اي طبعا. ده واجب الدوله. عندنا مشكله شاب في اي اتجاه ولا ايه يعني؟ لا هنا بقى الدوله هي دي النقطه. أيوة. طيب ازاي تلعب الدور من غير ما تلعب الدور؟ طب فهمني بقى. انا بقى ما تبقاش انا بدعم قطاع مش بدعم حزب، مش عشان انت وفدي ولا مصريين احرار ولا يساري ولا اسلامي ولا سلفي ولا لا لا لا، انا بدعم الشباب، انا عايز الشباب دول يدخلوا البرلمان. يعني اي شاب نازل الانتخابات يقدم يحصل له اختبار ما يحصل، وده اللي بيحصل على فكره في يعني في الدول اللي بتكلم فرنسا، اختبار ما يحصل له في القايمه نسبه معينه من الشباب او المراه او الاقليات، اي مكان الاقليات دي بصلاح عام يعني اخباط نوبيين من قبائل الى اخره، تدعم اكتر من غيرها، بحيث انه في النهاية انا عايز يكون فيه نسبة معينة من الشباب والمرأة والاقليات موجودة داخل البرلمان. بغير هذا احنا حقيقة ما بننتخبش برلمان، احنا بننتخب مجلس يسقف للسلطة التنفيذية وللرئيس. يعني وكأنك يعني بترحب بفكرة المصالحة. مصالحة؟ لا، لانك انت بتقول اي شاب. لا ما هنا نقطة بقى. اشرحها لي بقى. لا خلينا نوضح دي. انا عجبني قوي التعبير قاله رئيس الجمهوريه، واعتقد ان هو قاله بذكاء شديد جدا. كويس يا اخوانا، مصر بلد الجميع. طالما انك انت ملتزم بالدستور والقانون وما بتحرقش برج كهرباء، ما بتولعش في اتوبيس، ما بتدمرش، ما دام ما فيش ضدك شيء جنائي ولم يحكم يصدر ضدك حكم من القضاء، خلاص ادخل. وكانه هو الحقيقه في لقائه يعني معانا قال حاجه زي كده، قال يفهم ايه من الكلام ده، يفهم ايه مني من اللي انا بقول ده؟ يا اخوانا انا مش هحاسبك على اللي فكرك، انا هحاسبك على سلوكك. انا مش هقدر ادعم فكرك. لا مش هدعم فكرك. لا طيب ما هو ده كلام يعني دلوقتي حد جايب لي قايمه فيها حد من كذا ولا كذا، انا ادعمه؟ في شاب داخل لي بفكر يعني ما يعلم بيه ربنا، ادعمه ازاي؟ اشرح لي بقى عشان خاطر اقدر اتعامل مع الفكره. طبعا لا بص حضرتك، احنا في حاجه احنا ضيعناها في مصر اسمها المسؤوليه السياسيه عما يصدر من الانسان عن افعال واقوال. طيب. الى اخره. طيب. يعني انا لما اجي النهارده بمضي ورقه ترشحي للانتخابات، انا في ضمن اللي يعني بمضي عليه هو ايه؟ ان انا بحترم الدستور والقانون وبحاول ان انا لن اعمل ضد الدوله ولن اتخابر مع جهه اجنبيه كذا. لو حدث بقى في يوم من الايام ان انا خالفت اي حاجه من الحاجات دي جنايه. يعني في دوله تانية على حاجه انت بتقدم ورقه في اي دوله من الدول الاوروبيه ولا، وتقول له ان انا فلان الفلاني وعمري وغلطت في تاريخ ميلادك، هو ده تزوير. ايوه بتبقى مصيبه. ومصيبه يعني ممكن ترحيله لو حد خد الجنسيه. يعني ممكن يرفضوا لك فيزا، يرفضوا لك اي حاجه، يمشوك من البلد. صحيح. ده نفس انت بتقدم وثيقه بتقول فيها انا ساكون نائبا عن الشعب المصري في البرلمان، وعلى هذا الاساس انا اتعهد بانني ساحترم 10 حاجات واقول هم ايه ال10 حاجات دول هم، وانه اي مخالفه لاي حاجه من دول هم سواء في الماضي او في المستقبل مباشره ترتب عليا مسؤوليه قانونيه وجنائيه. طيب اذا كان رئيسهم قال الكلام دوت وحلف قدام ربنا
قدام الشعب. لا يحترم الدستور والقانون وضرب الدستور في حته والقانون في حته ولا عمل حاجه. ولا بد منين ده؟ لابد ان الجميع يتعظ بانه اللي انتهى بيه الحياه لرئيس الجمهوريه بتاعهم انتهى بيه الحياه انه في السجن لانه خالف ما اقسم عليه. وانه وعلى فكره الدستور الجديد في الحته دي مغلظ اكتر من الدستور اللي قبله، بمعنى انك انت لو خالف الدستور مخالفه جسيمه رئيس الجمهوريه ففي حساب له. وبالتالي طيب. خلينا نقر هنا فكره ان الدوله مطالبه ده جزء من مهامها، جزء من ادوارها انها تنتج جيل جديد من السياسيين، لان الكبار مع كل احترامي لكبار السن طيب. كان على الناس الستينات وفيما فوق طيب. يعني قاموا بدورهم، يدخلوا كبيوت خبره كناس اصحاب افكار الى اخره، لكن لابد ان يكون اغلبيه البرلمان من الشباب المراه الاقليه. طيب هسالك ورد علي، هل الشعب المصري الان قادر على فرز البشر ام ان المسائل لسه ملخبطه؟ يعني انا اعتمد هنا زي ما الشعب المصري فرز في الانتخابات اللي حصلت 12 و13 يعني شال كل الرجال النظام الاسبق يعني ازلهم لوحده، هل هو قادر؟ خلي بالك مع الوازع الديني والكلام ده كله والموروث القديم والجديد والحالي وكله، هل الشعب قادر على الفرز لوحده ام انه محتاج دعم؟ خلينا نواجه هذه المشكله. لا محتاج دعم. ازاي؟ لانه احنا عندنا مشكله جوهريه في الحقيقه في التركيبه المصريه، احنا يعني بيقول لك المقوله اللي بتتقال عالميا يقول لك all politics is local، كل السياسه محليه، يعني اقصد انا لما بنتخب حد انا لازم انتخب حد اكون ضامن ان هو هيمثلني صح وهيدافع عن مصالحي ولو حصلت لي مشكله ولا بس احنا في مصر هي مش كل المشاكل محليه، كل مشاكل شخصيه، يعني اقصد البعد الشخصي متعودين عليها كده متعودين عليها كده كده للاسف الشديد مع الاسف، ان انا عايز النائب اللي هيجي لي في اسبوع بنتي وعايز مش عارف احول واد المدرسه بالظبط كده واللي هيبني لي حاجه في المستشفى مش عارف ايه حاجات كلها. احنا عايزين نتخلص بس ده مش هيحصل بسهوله، ده عايز وقت، والوقت المتاح يعني الوقت ده بمعنى سنين مش كافي. فانت طبعا. على هذا الاساس لابد ان يكون في فلتر اعلى، فلتر من الدوله، دي مهمه جدا. ازاي الدوله تعمل ايه؟ لا ده شغلها، ده لازم، ده شغل لا الدوله. معلش انها احنا بنعتمد على المحللين اللي زي حضرتك. حاضر، ما انا مش هقدر اقول في كل حاجه في لا معلش لا مش كل حاجه لا عشان بس يعني. نفهم يعني نفهم لا. ازاي الدوله تستطيع مواجهه هذا الامر؟ يعني ايه الوسائل يعني؟ انا عندي تحفظ على ان يكون نسبه الفرد غالبه على القانون، على قانون الانتخابات. هذا ما حدث خلاص. لا دي في يعني احنا فيها كلام. انا بحاول بس يعني يبدو الامر وكانه قد قضي. لا يعني احنا بنحاول يعني خد بالك برضو انا يعني ما يعني نفسي نفكر بره الاطر التقليديه بتاعتنا، يعني انا اتمنى ان يكون عندنا وحضرتك يعني كنا بنتكلم في الحكايه، انا اتمنى ان يكون عندنا رئيس برلمان يرسي قواعد ديمقراطيه حقيقيه، لا بقى لا فتحي سرور ولا كتتني ولا عشان كده تمنيت مع بعض الزملاء انه المستشار عدلي منصور يكون رئيس البرلمان. انت سالتك كتبت الحكايه دي. ده مهم جدا. انا عايز حد يكون خبير دستوري وقانوني، حد يكون مر بتجربه زي تجربه السنه، حد فوق حزبي، ما هوش حزب الوفد. هو انت موافق على قانون التظاهر يا دكتور؟ انا موافق، لازم يكون في قانون تظاهر. تمام. انما ما عجبنيش الطريقه اللي طلع بيها القانون ده اللي طلعه الرئيس عدلي منصور. وانا موافق وانا انتقدت يعني وانا معارضته في كده يعني وقلت صراحه رئيس مجلس الشعب وانا محترم هذا الترشيح ومحترم حب الناس ليه وكل حاجه. لكن قانون التظاهر يجب لكل دوله ان يكون فيها قانون للتظاهر، ولكن ليس بهذه الصوره. لا انا يعني عايز المواد. عندي 3 4 تحفظات على القانون، لكن اجمالا اما وقد صدر. بص يا استاذ محمود احنا اصل احنا امام طيب أما وقد صدر. السياسه فيها معضله جباره. لا اعتراضي على القانون لا يعني رفضي للقانون، يعني اقصد ايه؟ انا ملتزم بالقانون، عارف عليك زمان مش في كره القدم زمان كان بيغيروا تغييرين بس، كانت اللعيبه بتلعب، وبعدين بقوا ثلاث تغييرات اللعيبه بتلعب، وبقى 4 لابد انك تحترم فكره القانون، هتقول لي القانون ظالم، نسعى لتغيير القانون الظالم لكنه لا يزال قانون البلاد، ولابد اننا نحترمه. حتى وانا بحاول اغيره لازم احترمه. تمام موافق جدا. والا هدمت فكره القانون، ولو هدمت فكره القانون هدمت فكره الدوله. ما عندي ما فيش مناقشه في هي دي يعني المعضله اللي احنا بنقولها. يعني انا بقول قانون التظاهر ماشي بس عندنا مشكله فيه. لا طبعا بس ماشي. وانا عايز اقول لحضرتك انه يعني انا مش هدخل في التفاصيل دي بس هناك من يعني من جهات كبيره في البلد انه يوم ما هيكون في البرلمان دي هتكون من القضايا المثاره جدا. طيب. ايه هو قانون التظاهر بشكله طيب. الحالي؟ هل الرئيس عدلي منصور الرئيس السابق عدلي منصور بسنه ينفع ولا انت عمال تقول شباب 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 شباب
وبنتكلم برضو على يعني حد يقترب من السبعين من رشحه رئيسا لمجلس الشعب، ففسر لي الحكايه. لا انت يعني خلينا نقول المنصب عايز حكيم البرلمان. اه طبعا عايز حكيم، عايز حد. انا اهم حاجه بالنسبه لي شخص فوق حزبي، انا اللي قلقان منه برضه. اه تمام يعني انت مالك، انت النهارده عندك الحزب ملوش اي تجربه حزبيه. لا خالص، هذا الرجل هينظر له الجميع انه لا يمكن ان يتواطأ مع الرئيس المنتخب الاثنين دول. ما هو دلوقتي خلاص بقى، ومع انا ما اعرفش مين هيجي رئيس الوزراء، بس كمان نتمنى ان ده كمان رئيس الوزراء يكون شخص فنيا وعلميا وتاريخيا لعطاء كبير. لا يمكن ان يتواطأ هؤلاء على كذب. انت محتاج في هذه اللحظه تنوع بس في اطار الوحده، انت مش عايز الانقسام والتشرذ الموجود في البلد ده. طب بس انت يعني دلوقتي تطلب من المستشار عدلي منصور ان هو يسيب المحكمه الدستوريه وينزل انتخابات مجلس الشعب، ينزل انتخابات مجلس الشعب او يعين، ملوش انه ينجح، ما فيش يعين في العشرة اللي بيتعينوا او يعين في النسبه. في نسبه تعين اعتقد لو في القانون الحالي هيبقى في حدود 30 يعين، ولكن انا اتمنى انه ينزل انتخابات، انا اتمنى انه ينزل انتخابات وانه يكون منتخب. بس لو نزل انتخابات وما نجحش مش هينفع يعين، لان وفقا للقانون الحالي ان الرئيس لن يعين، لا يستطيع ان يعين شخص. هو طبعا ليه شعبيه والناس بتحبه يا سياده المشرف، لا انا اتمنى انه يدخل البرلمان منتخبا. انا اتمنى انه يدخل البرلمان منتخبا علشان يكون باراده ناخبين راوه الاصلح في هذا المنصب. طيب احنا دايما بنتكلم عن المؤسسات. انا لا اعرف دوله في العالم مؤسساتها طلعت وبعدين طلع الافراد. من الذي يصنع المؤسسات؟ الافراد طبعا. يعني انت بتقول عشان تقول لي جورج واشنطن، هو انت اللي بتعمل لها قانونها وبتعمل لها لائحتها وبتعمل لها كل حاجه. ايه اللي خلى في حاجه مؤسسه رهيب مهوله في امريكا اسمها الكونجرس؟ جورج واشنطن الرئيس الاول لامريكا، الراجل ده بعد ما عملوا امريكا كده وظبطوا الامور رجع بلده، هو من وست فيرجينيا، راح قال لك بس خلاص انا خلصت، روح نروح بقى اقعد في بيتي. المراسلات، وكان ساعتها كونجرس في نيويورك، فالمسافه بين الاثنين بعيده جدا. فحصانها رايحه وحصانها جايه وحصانها رايحه. فجم قالوا له انت لازم تيجي تعيش معانا. في بقى ناس من الملكيين اكتر من الملك قال له ايه ده؟ انت الرئيس المنتخب وبالاجماع، ازاي هم يقرروا لك المكان اللي تعيش فيه؟ عارف حضرتك الرد قال لهم ايه؟ قال لهم رئيس الولايات المتحده الامريكيه يعيش حيث يقرر له ممثل شعب الولايات المتحده الامريكيه. تمام. قدم اكبر تنازل فيما يتعلق بمكان اقامته. علشان ايه؟ عشان يقول الكونجرس ده مهم. ده ممثل الشعب. صحيح انا منتخب، انما ده ليه قيمته ولاحترامه ولمكانته، مش مجرد كلام المجلس الموقر المجلس على تجاهله. تمام. فانت محتاج ان الافراد هم اللي يصنعوا المؤسسات. مين اللي هيعمل ده؟ عايز حد يكون متجرد، حد ما يكونش بيدير المجلس لصالح الشلة. ما هو مشكله مرسي ايه؟ انه ما عرفش يقنعنا انه بيحكمنا من اجل مصر. هو اهله وعشيرته بيدير البلد عشان شله فعلا. فانت ما انتش عايز ده، انت عايز بقى خلاص عندك حد جاي مؤسسه عسكريه رئيس الجمهوريه، عايز حد محكمه دستوريه عليا يقول لك انا اللي هقود البرلمان، عايز حد كمان في الحكومه رئيس الوزراء سواء بقى مهندس محلب او اي حد تاني نكون احنا مقتنعين تماما بانه ادارته للبلاد من اجل الصالح العام وليس من اجل صالح لا شله ولا حزب ولا. كل ده ما هي المعضله دي تعقيد المشكله. كل ده بيتم وعينك على انه الاحزاب في الانتخابات اللي جايه تكون اقوى وتكون اكثر قدره انها تطلع كويس. يا دكتور عايز سنين طبعا. بص حضرتك برضو عشان يعني خلينا واقعين، الانتخابات اللي جايه كانت حتى فبراير زي ما قالوا انه مفيش احزاب هتعمل اي اثر، يعني مفيش. خلينا نقول ان احنا بناخد دي خطوه لاحزاب اقوى في الانتخابات اللي بعد من كده. خد بالك برضو احنا برضو اصل احنا بنحط العربيه قدام الحصان ومتوقعين الحصان يزقها، هو الحصان بيجر ما بيزقش، هي دي المعضله. احنا ما عندناش انتخابات محليات، يعني انا الحقيقه لو سالتني ايه الترتيب الامثل ان احنا كان انتخابات المحليات تبقى قبل الانتخابات البرلمانيه. انت عايز الشباب يدخل باعداد كبيره، انت عايز تدخل الشباب في العمل السياسي من اجل خدمه الوطن، مش برضه من اجل قضايا حزبيه ولا اخر. انت عندك مشكله كبيره انك انت فين مصنع. هدي حضرتك مثال عشان تبقى عمده، مصنع المسؤولين عشان تبقى عمده او محافظ. كان عندنا مركز اسمه اعداد القاده. الله، عارف عندنا نظير. مركز عارف كان ماسكه صديقنا يحيى حسين. عارف حضرتك نظيره في فرنسا اسمه معهد الاداريه معهد الاداره العليا. طيب كل لا يمكن ان تكون رئيس جمهوريه وزير رئيس وزراء عمده محافظ الا خارج من البتاع ده. تدرس ايه بقى فيه؟ تدرس تاريخ وقانون وفلسفه وماليه عامه واقتصاد، بتطلع بروفيسور في الشان العام. على الاقل عندك مبادئ الحاجات دي بحيث انك لما تروح تمسك ميزانيه الدوله بتاعتك ما تحسش عندك فكره. هو دي احنا ما عندناش بقى ده. وبالتالي من الامور التي نحن مطالبون بها الان ان احنا يكون يا معهد اعداد القاده يا معهد عندنا مركز، يبقى المعهد ده او المركز ده يبقى جزء من الطرق الاساسيه او الطريق الرئيسي علشان تؤهل الكوادر الى تدخل انتخابات المحليات اللي جايه مثلا او اللي بعدها، ان هو ياخد دوره او اثنين او ثلاثه لغايه ما يبقى
يقف وياخد مركزه الطبيعي ويبقى نديله الدعم المالي، تجيب له بقى اساتذه من افضل جامعات العالم علشان طن. ما هو بص عليك كتالوج التقدم في العالم اتكتب خلاص، يعني مفيش العالم مش هنبدعه مش هنالفه يعني، هو موجود. هي القضيه كلها هل انت عارفه ولا مش عارفه، وبعد ما عرفته عندك بقى الاراده ولا ما عندكش الاراده، وبعد ما يكون عندك الاراده عندك الاداره انك تاخد الاراده دي تطبقها على ارض الواقع. اللي انا شايف لو كان الرئيس السيسي، وانا بكلمه بشكل مباشر، هو يعني يعلم ان الموضوع ما فيش فيه يعني، ما يعني اعتقد انا حريص على انه البلد تنجح، وهو اعتقد ان هو ادى كتير بما يكفي انه نقول عنه ان هو بيحاول يصنع تجربه نهضه حقيقيه. لو عايز ينهض بهذه البلد فعليه انه يركز على الشباب، بغض النظر يطلع شباب السلفي يطلع شباب ليبرالي يطلع شباب يساري، محتاجين وطنيه مصريه جامعه نختلف داخلها لا نختلف عليها. لا بس انا مش موافق على التعبير ده، لانه الشاب اللي هو عنده افكار تانية بيبقى عنده ده اولويه عن الوطن. خلي بالك هي مشكلتهم ايه، انه اللي عندهم الافكار دي بيبقى عنده ده فكره اهم من الوطن، قضيته هي اهم من الوطن. انا عايز واحد الوطن الاول صح، ده ما يلزمنيش بقى صح. يعني ده في المرحلة دي ما يلزمنيش. أنا هقول لك هي عايزة تتعالج إزاي. أنا بعتبر إنه أي حد بيحط أي حاجة قبل الوطن هو عنده مرض ذهني، ما عنده مشكلة. موجودين وموجودين أنت محتاج بقى هنا تفعل الأزهر، محتاج تفعل. يعني أنا اتكلمت مع قيادات في الأزهر في الموضوع ده، يعني أنت محتاج خطاب الدين. رجع تاني للرباعية اللي قلنا، محتاجين حد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الخطاب الديني والإعلامي والثقافي والتعليمي. ده أكل عيشه كده، إحنا بنتغذي. حضرتك لما تاكل أكلة يعني ايه المنيو اللي قدامك؟ مين اللي بيتحكم في المنيو؟ مين اللي بيتحكم في الافكار اللي جايه لك؟ طبعا احد يقول لي ما الانترنت مليان وهو الاخر. ايوه انا ما بقولكش ان احنا هنلغي الافكار دي، بس انا لازم يكون الدوله ليها رؤيه. الدوله ما لهاش رؤيه دلوقتي خالص، كل حد بيعمل اي حاجه. يا فندم انت عندك كذا نوع تعليم، انت عندك تعليم ازهري وتعليم انترنت. انت عندك تعليم ازهري بيوصل فيه، انا هقول بس جمله طيب. تعليم ازهري بنوصل فيه لمرحله ان عندك بني ادم ربما لا يسمع عن اللغات الاجنبيه وربما ينظر لها نظره سلبيه، وعندك واحد تاني متعلم تعليم اجنبي ربما لا يوجد اللغه العربيه، وده مواطن مصري ليه بتقطع رقم قومي، وده مواطن مصري ليه بتقطع رقم قومي. عندك واحد قاعد طول النهار بيتفرج على قنوات بتقدم انواع معينه من البرامج، وواحد تاني قاعد في حته ثانيه. طب يا اخوانا ما هو يعني الفجوه المهوله. ليه الدوله ما لهاش رؤيه؟ الدوله ما لهاش رؤيه لان الدوله لم تكتمل عناصر القياده فيها بعد. يعني انت عندك رئيس صحيح، وانا دوله يعني برضه حاجه انا مش عايز ادخل في تفاصيل النقطه دي. الرئيس السيسي رأى تجارب الثلاث سنين اللي فاتت، والتجارب دي خلته لحد بعيد يميل إلى، هو سماها في أول اجتماع مجلس وزراء حتى قال للوزراء يعني قال لهم أنا هشتغل ثنائي. يعني ايه اشتغل ثنائي؟ يعني انا هكلم وزير الصناعة وزير التموين وزير التعليم طيب ماشي وزير كذا طريقة مش دازل. مشكلة وبيعمل ده في الجيش ولا كويس. في شيء من التخوف، لا مش شيء، في كتير من التخوف من تجربة الثلاث سنين اللي فاتوا نتيجة ما فعله السياسيون لا سيما الحزبيون منهم. يعني في تجربة أنا لن أنساها، تجربة المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أنا كنت عضو على فكرة يعني عشان كده فأنا كنت جوه الموضوع. لا كارثة يعني، الانقسامات والضرب تحت الحزام وفوق الحزام وبالشلوت يعني، وكأنه مصر مش مهمة بقى. يعني عارف احنا في الآخر احنا بنصفح حسابات وناس تطعن في بعضها وناس تتأسف من بعضها. فانا خليني اقول لك ايه، انا دلوقتي رئيس جمهوريه وعايز اخرك البلد دي لقدام. طيب انا لو رجعت الناس دي او اديت لهم مساحه كبيره من عمليه صنع القرار هيبهدلوني. يعني انا ممكن ساعتها هلاقي نفسي بدل ما بعمل قناه السويس انا قاعد بحل مشاكل بين الحزب ده والحزب ده، لدرجه انه بقى في شكوى حقيقيه. وانا اعتقد انها شكوى معلنه يعني، الحزبيين في مصر بالذات رؤساء الاحزاب والكلام ده يقول لك يعني الرئيس ما بيجتمعش بينا. يعني الرئيس بيجتمع بسين وصاد وعين والاعلاميين والصحفيين، بس الرئيس ما بيجتمعش بالحزبيين. يعني انا طبعا ما مش سعيد بده انا كرجل بتاع السياسه، لانه لازم يكون في تواصل ما بين الحزبيين وازاي الاحزاب بتتطور، لانه من مسؤوليه الدوله انها تطور احزابها كويس. حتى وان كان رئيس الجمهوريه ليس حزبيا، انما واضح انه فتره الثلاث سنين خلت الرئيس السيسي يتعامل مع السياسه بمنطق التخوف اكتر بمنطق الارتياح، انه السكه دي صراعات وخلافات وتشتيت للطاقه والمجهود. خلينا نركز على المشروعات القوميه الكبيره، خلينا نحاول ان احنا نعمل نمو غير او تنميه غير نركز في مجالات معينه نزق البلد لقدام، بدل ما ندخل في اطون صراعات بينيه ما ترتبش عليها في النهايه ان احنا انجزنا اي شيء للمواطن المصري. طيب خليني اقف معاك عند هذا الحد، واتمنى ان يكون في بيننا لقاء يجمعنا يعني الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي بعد حسب وقت حضرتك. يسعدني يا فندم. ان
السياسي المتخوف كيف يواجه الحياة السياسية؟ يعني دي حكاية كبيرة متهيألي. لا طبعا يعني دنيا تانية اتكتبت فيها مؤلفات. طيب اسمح لي ان احنا ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر نتكلم فيه. دكتور معتز انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني واسعدتني وعلمتني اشياء كثيرة. شكرا دكتور، اصبح على خير.